خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارا قاتلا أمام بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأقيمت مباراة بلدية المحلة ضد الأهلي على استاد المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، وافتتح بلدية المحلة التسجيل بهدف صاروخي في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل عمر كمال في الدقيقة 79 بعد نزوله بديلا بدقيقتين، واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة التي وصلت إلى أكثر من 108 دقيقة، وأحرز الأهلي هدف الفوز القاتل عن طريق مودست في الدقيقة 98. وبهذه النتيجة تتواصل انتصارات الأهلي بعد الفوز في 4 مباريات متتالية ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما يقع بلدية المحلة في المركز 15 برصيد 19 نقطة. وتعد هذه المباراة هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري.